الاخواني. الان ننتظر نصائح المدرب الجزائري استاذ حفيظ بالنسبه حق اللي يشتغلون الرياض ثلاثيه الابعاد. احنا دائما ناكدوا على حاجه ستيكرز، احنا دائما اي بوكسي اي واحد منافذ يقول لازم يكون الارضيه يكون تحريش في الارضيه، واذا حطيناه على ستيكرز او ما يسمى بالاوتوكونو هذا هنا خالفنا القاعده اللي هي حطينا فوق طبقه فوق سطح ناعم، وفوق سطح ناعم هذا بعد الوقت يتفكك يتفكك يتفكك. وانا صار عندي كانت عندي اعمال وتفككت، وشفت اعمال اصدقاء وتفككت، صح هي منظرها جمالي لكن بعد مده راح يتفك. على القماش نحل المشكله، القماش ذو مسامات يعني يصير مثل الشبك، يصير الابوكسي من فوق ومن تحت، يعني هذا شيء ان شاء الله مضمون بالله. احسنت استاذ حفيظ، الخلاصه في الكلام اللي بيشتغل يشتغل على اقمشه ارمانيه خاصه بالارضيه واحترام السمك. احسنت. سمك الايبوكسي 5 ملي احنا نعمل نص سنتي نص سنتي احنا تقريبا.